السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مهم جدا للأطباء والمرضى في نفس الوقت، لأن في حاجات لو الدكتور ما قالهاش للمريض وهو بيكتب الروشتة أو بيكتب له الدواء ممكن يعرضه لأعراض جانبية ومضاعفات كتيرة جدا، زي مثلا لو كان بيكتب له أدوية فيها سلفة وما قالوش اشرب مية كتير أثناء فترة العلاج أو أثناء ما بياخد السلفة، مركبات السلفة من الحاجات اللي بتتركز في الكلى وممكن تسبب له التهاب كلوي وحصوات. تاني حاجة لو الدكتور بيكتب مضادات حيوية من مجموعة السيبروفلوكساسين والناس هيقول للمريض ما تخرجش للشمس أو ما تتعرضش للشمس وقت الظهر، لأن أثناء فترة العلاج بالأدوية ديت المريض بيكون حساس جدا لضوء الشمس وممكن يسبب له حروق في الوجه والجلد وممكن يأذي العينين. تالت حاجة لو الدكتور بيكتب مضادات حيوية زي الزيسروكان أو الزيسروسين أو مجموعة الماكرولايد والناس هيقول له إنه تاخدها بعد الأكل بساعتين، لأنه لو أخدها بعد الأكل مباشرة هيفسد مفعولها ومش هيستفاد منها. لو الدكتور كتب لابنك مضاد حيوي زي الهايبيوتيك والاوجمنتين شراب او اي حاجه تانية بنفس التركيب ونسى يقول لك احفظه في الثلاجه بعد ما تحلله، لانك لو نسيته بره الثلاجه هيبوظ على طول ولازم ترميه اول ما لونه يتحول من الابيض للاصفر الغامق. برضه لو الدكتور كتب اقراص مضادات للالتهابات زي ما كتير من الاطباء بيكتبها اطباء الاسنان والعظام وتخصصات تانية زي الالفنتين والامبيزيم ونسى يقول لك تاخدها قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين، لان اقل من كده مش هتستفاد منه نهائيا، لانك لو خدته مع الاكل هيحلل البروتينات اللي موجوده في الاكل بدل ما يحلل البروتينات المسببه للورم، فلازم تاخده على معده فاضيه. سادس حاجه لو الدكتور اداكي حاجه مسكنه للالم والصداع من مجموعه الدكلوفيناك او مجموعه الكيتوبروفين زي الايبوبروفين ونسى انك بترضعي وخصوصا لو طفلك حديث الولاده، لان الادويه دي هتسبب لابنك ارتجاع وحرقان ومغص وانتفاخ وهيفضل يعيط طول الليل وهيفضل يعيط كل ما ترضعيه وهتدوخ عشان تعرفي ايه السبب. سابع حاجة لو الدكتور كتب لك دواء مسكن زي البروفين ونسى يسألك انك بتاخد اي نوع اسبرين للسيولة، لان البروفين بيلغي تأثير الاسبرين، فلو كنت مريض قلب او ضغط ومحتاج تاخد اسبرين ما تاخدش معاه بروفين في نفس الوقت. تامن حاجة لو الدكتور بيكتب لك ادوية مضادات للالتهاب زي البولترين وزي البروفين وزي الاولفين ونسى يكتب لك مضادات للحموضة او نسى يقول لك ان الدواء يتاخد بعد الاكل. طبعا لو عندك حموضه او عندك قرحه في المعده هيزود لك الموضوع وهيزود لك الحموضه وممكن يعمل لك ترجيع وممكن يزود قرحه المعده وممكن يعمل نزيف في المعده. دي اهم 8 حاجات المفروض الدكتور بياخد باله منها وهو بيكتبها للمريض علشان ما يسببش مشاكل للمريض او مضاعفات. بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، ولو عجبك وافادك شيره لغيرك. بتمنى لكم الصحه والعافيه. كان معاكم دكتور طارق تركي استشاري جراحه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.